أن اللحظة ستبقى راسخة في أذهان جميع الأبائين والأبائات. رابح يعقوبيه بالمجلس البلدي يرشح الفائزة بالمرتبة الثالثة بالمنصور نعمة، والسيد الخليفة يرشح أمينة بو خضرة من نادي صوبة أخليفرا، فيما السيد الباشا محمد الباء يتفضل بترشيح الفائزة بالمرتبة الأولى من الاتحاد الرياضي الفاسي مادور سكينة. كنا ومع صورة الكارية للمتوجين والمتوجين.